السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها Recipe for Disaster. Oh my God. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، من اللايك وخلونا نبدأ. اللعبة نزلت قبل أمس، فقلت لازم أجربها، فخلونا نشوف وصفة الكارثة. يا وصفة Recipe يعني وصفة، ديزاستر اتوقع انها كارثة، فوصفة الكارثة. خلينا نروح نيو جيم. اوكي بدأنا. اوكي هذا مطعمنا، لسه مرة صغير صح؟ يا كذا يمديك تعدل الكاميرا، حلو. بالماوس يمدي؟ لا الماوس يمديك تحرك هنا وهنا. طيب كذا؟ لا. طيب مو مشكلة، هذا المطعم حقنا. حلو 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 حلو. طيب اول شيء هنا موقفين وقت، عندنا فلوسنا 5500، ممتاز. وعندنا هنا مهمات صح؟ هي موجودة المهمات، ممتاز ممتاز. هذا اوكي اوكي، هذا المهمات لازم نخلصهم، بس سهلات، كل سهلات راح نخلصهم مع الوقت. طيب ايش عندنا هنا؟ ايش عندنا؟ وول. طيب ليش يبون نحط جدار؟ الله اعلم، ما راح احط جدار لان بصراحة احس كل شيء تمام، لكن بعض الاشياء لازم نعدلها، مثل في كراسي هنا متكسرة لازم نشيلها. شيل هذه، شيل الكراسي اللي هنا. حلو، اعطينا 50. اوكي طيب المطعم اتوقع وضعه تمام. يا وضعه تمام صح. طيب نمشي اللعبة، ممكن نمشي اللعبة. ليش يبيني احط جدار؟ طيب جدار وين احطه مثلا؟ ما في اي مكان احط الجدار فيه، تستهبل. يمديك هنا تطلع المبنى. يا المبنى حقنا تمام، من هنا المدخل، هنا كل شيء. فليش تبيني احط جدار؟ ممكن اسال، ممكن تمشي اللعبه. بيلد مود. طيب بطعن بيلد مود، كيف اطلع؟ اوكي حلو. طيب طلعنا، هذول الموظفين اللي عندنا، وهذا انا الشيف فايز. ممتاز ممتاز. الطاولات اللي تشير حمراء، يبون كل طاوله تحط فيها موظف يجي يكون يهتم بالطاوله. يا بخلي واحد يهتم فيه كله بصراحه حاليا، ما عندنا الا هذول. طيب الطباخ بيكون اكيد الشيف فايز. حلو، وهنا برضو الشيف فايز، ممتاز. في طريقة، لحظة انقل هذول، ايش كيف كان؟ تدخل بولد مود. نو، كان في طريقة ندخل بولد مود. فايز ما لعبت التوتوريال، لعبت التوتوريال لكن مرة في احيانا. طيب الحين عندنا موظفين ما عندهم اي شغل زي هذه، لكن يمديني اعطيها شغل. مثلا اعطيها واحد حق تنظيف، مثلا اقول كذا انت تنظف المنطقة هذه كلها. يمديني احدد كل المطعم. لا ما ابغى تروح برا بصراحة. اوكي مين اللي ما عنده شغل؟ ستيف اعطيتك شغل انا؟ ما ادري، لكن انت اوكي البت هذه راح تكون حق التنظيف، وبرضه راح تنظفين برضه المنطقة هذه. يس نفسك انت، حلو. اوكي طيب هذا ما عنده شغل، الاخ الباقي واحد ما عنده شغل، خلاص مش اللعبة. اوكي بدون الناس يجون، بدون الناس يجون. اوه هذول ستورج. طيب في طريقة اني انقلهم، بس كيف الطريقة؟ لا ما اضغط عليهم. شوز اريال ميبي، يمكن خلنا نشوف. ما صار شيء. اوكي طردنا الناس من المطعم، اعطونا نجمة واحدة. طيب لكن علشان ننقل الاشياء، فاتوقع لازم، اتوقع لازم اذا ماني غلطان. هاي زينة، تضغط على هذا وخلاص، مو لازم تطرد الناس، يخرب بيت الفهاوة. طيب تعالت هنا، نرتب هذول هنا لان هذول ستورج. حلو حلو، هذا قلب قريب عند هذا. حلو
يا كم كرسي عندنا، كم طاولة؟ شيل يا هذا المكان هين مو حلو بصراحة، حركهم هنا. فايزين دورة المياه. طيب هنا اوكي. وين بتكون هنا؟ هل يمدينا نغير الباب؟ يا يمدي احط البيبان هنا عشان احط هذا هنا. اوكي وبعدها انت بتكون هنا. اوكي مدينا خليها تصقع الجدار. اوكي اوكي طيب خلنا نلصقه على الجدار. حلو كذا نروح نبغى كرسي حاليا، اي كرسي بس عطنا وعطنا طاولة. نبغى نفس النوع بليز، حتى بعدين نعدلها بس حاليا نبغى نفس النوع يا عشان يجونا زبون اكثر. اوكي حلو حلو. يمدي حط طاولة هنا. طيب هذه مدينا نحركها موف، هذه نبتة حطها عند الباب. حلو عطنا برضو طاولة بتكون هنا فيها، هذه خاصة بس فيها كرسيين. حلو كم عندنا الحين؟ 2 3 4 5 تقريبا. طيب نبغى ثانية تكون بالنص، ثنتين هنا. حلو عشان نجيب أكبر عدد من الزبائن. اتوقع اني اخذت كراسي مختلفة لكن مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة بدأها من نفس السعر. حلو يا كذا وضعنا حلو. في ديكور عندنا، نضبط بالديكور فينا اوكي. في هذه تجي على الطاولة صح؟ يا هذول مرة حلوات، خلنا نحط على الطاولة كذا حركات. تي في، يمدينا نحط تي في. اوكي بنحط تي في لكن ابغى مكان الكل يشوفه. لا لا ارفع مثلا نحط تي في، يمدينا نحطه فوق هذا. لا بصراحة تي في ما ادري افضل مكان له وين. اوكي هنا بنحط واحد وهنا واحد. اوكي والشيف اوكي، ما هذا ما اتوقع نستفيد منها شيء. ديكورات ديكورات، خلينا نحط واحد هنا. اوكي نوزعهم هنا. حلو هذه تنحط على الطاوله بس، لكن نحط اوكي مديني احطها مع بعض بليز كل يمدي. لا مش كاني حطيت ورد. طيب راح اشيل الورد. يمديني ابيعه يا المفروض حطيت هذول افضل. حلو الباقيات خلفين ورد. اوكي عشان نعطي اختلاف. ممتاز ممتاز. مراية ما ادري ايش فايدتها لكن ما نحتاج اتوقع. هل نحط مرآة؟ ما اتوقع ايش فايدتها. هاي صغيرة، هذه دائرية ما لها فايدة بصراحة، ما أدري ليش تحط مراية بالمطعم. طيب في نباتات لهذول الحاجات اللي برا، في لمبات. أوكي في حاجات دورة المياه. طيب خلونا نشوف دورة المياه. عندنا واحدة هنا وهذول اثنين. أوكي أوكي بس ما عندنا سينك. يا ليش هذه كذا شكلها؟ اوكي حط وحده هنا وحده هنا. حلو حلو. طيب الحين مفروض المطعم جاهز، مفروض جاهز المطعم يا مفروض جاهز. كنسل هذه، خلاص خلاص كنسل كنسل. ممكن تكنسل، ممكن نفتح المطعم خلاص. ممكن نفتح المطعم. فاز اتوقع انك طردت الموظفين، طردت كل اللي موجودين. انت اوكي انهينا اليوم.
عند ذيو. طيب اتوقع ان اليوم الاول طردنا كل الموظفين اللي عندنا، فما عندنا موظفين. لا عندنا موظفين، اوكي موجودين، حلو. مديك منين تشوف الموظفين؟ اوكي طيب اليوم الثاني، اليوم الاول كان شوي مزحوم. طيب الطاولة هذه ما فيها حد، مشكلة هذا ما يحب يشتغل. ستيف، طيب ستيف هو المشغول، هو اللي شغال على هذه صح؟ يا مشكلة اذا خليت كل ستيف يشتغل على كل الطاولات. رجا خلي ستيف يكرف، ستيف قدها. طيب بس في واحد عندنا ما عنده شغل، هذول طالع عندهم قلب يعني كذا علامة قلب مكسور او ممنوع، معناته ما يشتغلون، ما يحبون الوظيفة هذه، ما راح يشتغلونها. مقدمين للعملاء، طيب مش اللعبة، راح يجون الحين موظفين. حلو حلو، مدام وضعنا بالسليم فوضعنا حلو. طيب احنا ايش دخلنا في المطار؟ يقول في مطار برا. طيب يمكن بعدين يصير كرين، هذه بحطين احنا مسؤولة تنظيف صح؟ يا بتكون تنظيف، تحب الشوي لكن ما علينا منها، ما انت مسؤولة تنظيف، فنظف المكان. ايش يسوون؟ ليش ما يدخلون يشتغلون؟ يا فايز يشتغل هنا، ستيف هنا، هذا ما عنده شغل. هاي تنظف، اعطيناها امر تنظيف صح؟ الو ممكن تشتغلون؟ اوكي بياخذ طلب منهم، حلو. هذه الشكاوي حقاتهم، طيب ما علينا. احنا عندنا واحد ما يشتغل هذا، فهل يمديني اطرده؟ ما نستفيد منه شيء. هذا فاير، اسف ما نستفيد منك اي شيء حاليا. ايش تحب؟ اوكي لا يعرف يشتغل اي شيء، اسف حاليا ما نبيك، اذا احتاجنا موظف راح نجيبك. حاليا عندنا 3 موظفين كافي، واحد يطبخ، واحد ياخذ اراء العملاء، واحد ينظف، فالوضع حقنا جدا جدا في السليم. خلنا نسرع اللعبه. اوكي يا بدو المطعم، يا ياخذ طلبات العملاء بسرعه. في الاشياء تخلص عندنا لازم نطلبها. اوكي طيب عطنا الذره وعطنا من هذول، صح هذول اللي احنا نحتاج حاليا اتوقع صح كذا، صح طلبنا اتوقع. طيب فلوسنا كيف؟ فلوسنا بدأت تنقص. اوكي هذا وجه، ليت هذه خليها تشتغل بشيء ثاني. طيب ايش تحبين؟ لحظة خلينا نشوف نتأكد. شوي، ما عندنا شيء تشوينا، ما عندنا اي شيء تشوينا. طيب بخليها تساعد فايز. اوكي لا مو كيلي، كيلي صح. يا روح اطبخي. هذه كيلي صح؟ يا روحي يا خلها تساعد بالطبخ وبالاشياء هذا. وهذا يقدم الطلب، ستيف قدم الطلب. ممكن تقدم الطلب ستيف؟ ايش فيك زعلان؟ انا عارف تحب لقطة، تحب ستوف القلي اتوقع، لكن حاليا اشتغل، ممكن تشتغل. يا حلو بدأ يشتغل، ممتاز، وضعنا ممتاز، المطعم بيرفكت حاليا. شو هي المشكلة؟ اوكي طيب هل هذه تشتغل حاليا تنظف ولا لا؟ بشوف هل هي تنظف ولا بس تسوي طلبات. لا كنسل.
اوكي عطانا هذا 3 نجوم ممتاز، هذاك 4، وهذا عطانا نجمة اسحبوا علينا لان people can see this. my toilet what يقول في الناس يبدون يشوفوني وانا كيف يشوفونك؟ ليكو فايز في اوكي كيف يشوفونك الناس؟ دقيقة الاشياء خلصت اللي عندنا اتوقع، اللي ما ادري ليه تكتبوا كل شيء خلص الاشياء اللي خلصت عندك. طيب بطلب 3 من كل شيء اوكي، فرض 3 كل شيء يجي. مات فايز عصب ومات، ليش؟ صار عنده ضغط نفسي من كثر ما يشتغل. امرنا لله يا فايز. طيب هذا كيف يقول الناس يشوفوني وانا بالتويلت مدري بالحمام ما ادري بصراحه. طيب يا شباب ابوك في اللعبه هنا، انا عارف اني ما تعمقت باللعبه لكن واضح ان اللعبه مره عميقه. احتمال انزل حلقه ثانيه لكن بيلي او شيء افهم اللعبه لان بصراحه ما فهمت اللعبه لسه، فبنفهم اللعبه وان شاء الله انزل حلقه ثانيه عنها اذا عجبتكم الحلقه وبرضو اللعبه وتبون نستمر. لا تنسون اللايك والاشتراك وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فايز مات هنا عليه ضغط مره عالي لكن تحمل هذا الشغل.